السلام عليكم وأهلا بكم. مصر بتجهز أول مصنع رقمي في أفريقيا. في فيديو النهاردة هنشوف بدء استلام وتركيب ماكينات CNC الرقمية، وده بعد أسابيع من استلام وتركيب الماكينة الأم من نفس الشركة DMG موري، واللي بتعد أكبر وأحدث ماكينة في العالم لتشكيل المعادن عشان تكتمل عندنا المنظومة الصناعية الحديثة، بداية من الماكينة الأم لتشكيل المعادن وتجهيز المصانع وإنتاج المحركات. كمان بينضم ليها أحدث ماكينات CNC للخراطة الرقمية. إيه اللي هيضيفه المصنع ده للصناعة المصرية؟ ده اللي هنعرفه بفيديو النهاردة، تابعونا. عندنا خبر مهم بيقول إن الهيئة العربية للتصنيع بدأت بالفعل في تشغيل وتركيب ماكينات CNC الرقمية عشان نبني أول مصنع رقمي بيضم أحدث ماكينات من نوعها في العالم، عندها القدرة على صناعة جميع أنواع المحركات للسيارات والقطارات وحتى الطائرات، يعني قدرات جديدة ومهمة جدا بتنضاف لقطاع الصناعة المصرية، وده الحقيقة كان أهم شيء محتاجاه الصناعة المصرية في الوقت الحالي عشان نقدر نقول عندنا صناعة متكاملة. المصنع هيكون رقمي حديث لسه تحت الإنشاء زي ما احنا شايفين، وبتعمل في نفس مكان مصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع. ودلوقتي تعالوا نشوف ايه هي مواصفات المصنع الجديد. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعميق وتوطين التصنيع المحلي وتعظيم شعار صنع في مصر، الهيئة العربية للتصنيع برئاسة الفريق عبد المنعم الطراس مستمرة في إنشاء مراكز التصنيع الرقمي في كافة مصانع الهيئة. فبعد نجاح مصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع في إنتاج 3 طرازات من مضخات مياه الصرف الصحي والتي أطلق عليها اسم كاليوباترا بقدرات من 100 إلى 350 لتر في الثانية وبنسبة تصنيع محلي وصلت إلى 78%، قررت رئاسة الهيئة العربية للتصنيع إنشاء أحدث مركز للتصنيع الرقمي في مصر، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للهيئة بضرورة زيادة المنتج المحلي في المشروعات القومية الكبرى. مركز التصنيع الرقمي الجديد تحت الإنشاء على مساحة 3750 متر مربع، ويحتوي على 15 ماكينة من أحدث ماكينات التصنيع الرقمي في مصر، والتي تعمل بتكنولوجيا يابانية وألمانية وأوروبية، وهي عبارة عن ماكينة تشغيل تعمل على 5 محاور ماشين سنتر، ماكينة تشغيل تعمل على 4 محاور ماشين سنتر، 3 ماكينات خراطة CNC أفقية تعمل على 3 محاور، 5 ماكينات فريزة تعمل على 3 محاور، 2 ماكينة CNC تفتيح مشأبيات سلوتينج ماشين، ماكينة اتزان وماكينة لتصنيع الجوانات. مركز التصنيع الرقمي تحت الإنشاء بمصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع سيعمل على زيادة الإنتاج من مضخات مياه الصرف الصحي في المشروعات القومية الكبرى لزيادة مساهمة المنتج المحلي في تلك المشروعات، وخاصة في مشروع القرن حياة كريمة. امتلاك القدرة التكنولوجية في الصناعات الدقيقة المرقمنة تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل الوزارات والهيئات الصناعية في مصر، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي الهيئة العربية للتصنيع بتمتلك الآن أكبر ماكينة لتشغيل وتشكيل المعادن مش بس في مصر، لكن الماكينة هي الأكبر في الشرق الأوسط. الماكينة العملاقة تستطيع تصنيع المشغولات والصناعات الهندسية ذات الأحجام الكبيرة والدقيقة جدا. ماكينة الهيئة العربية للتصنيع هتصنع محرك جرار السكة الحديد، وهتقدر تخدم كل القاعدة الصناعية في مصر كمحركات التوربينات ومحطات الكهرباء ومراكب الصيد، وده شيء معقد جدا في تشغيله الهندسي، لكن قدرة هذه الماكينة واللي بتصل ل4 من الألف من الملي قادرة على عمل أي مشغولات معقدة التشغيل. وعلشان نمتلك هذه التكنولوجيا عدينا بمراحل كبيرة وكتيرة وصعبة ودقيقة جدا، لكن مفيش مستحيل مع المصريين. مش هيكون صعب على المصريين الفترة القادمة تصنيع مواتير القطارات والطائرات،
في الجمهورية الجديدة هتكون متطلبات الثورة الصناعية الرابعة في مقدمة الأولويات.